رئيس مجلس القياده الرئاسي يبارك الوديعات السعوديه للبنك المركزي رئيس الوزراء يراس اجتماعا لقياده السلطه المحليه والمكتب التنفيذي في عدن وزاره الاوقاف تدشن موسم حج هذا العام أهلا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة يوم تأسيس المملكة العربية السعودية الشقيقة وأعرب فخامة الرئيس باسمه وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني عن خالص تهانيه ورجائه لجلاله الملك وافر الصحه والسعاده وللشعب السعودي الشقيق كل التقدم والرخاء في ظل قيادته الحكيمه. واشاد فخامه الرئيس بالعلاقه الثنائيه بين البلدين والشعبين الشقيقين وبما حققته المملكه العربيه السعوديه من نهضه عمرانيه وتنمويه على الاصعده كافه ومواقفها المشرفه الى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعيه في مختلف الظروف والمحافل الاقليميه والدوليه. كما بعث الرئيس العليم برقيه تهنئه مماثله الى صاحب السمو الملك الامير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكه العربيه السعوديه بارك فخامه الرئيس الدكتور رشاد محمد العليم رئيس مجلس القياده الرئاسي التوقيع على اتفاق ايداع المملكه العربيه السعوديه مبلغ مليار دولار لدى البنك المركزي التي ستمثل دفعه قويه للاقتصاد اليمني واستقرار العمله الوطنيه والتخفيف من وطأه الازمه الانسانيه التي صنعتها الميليشيات الحوثيه الارهابيه بدعم من النظام الايراني. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في تغريدات على موقع تويتر عن عظيم الشكر والعرفان والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، اللذين ضربا مثلا في التضامن والدعم للشعب اليمني. وأثنى الرئيس باسمه وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على جميع الجهود المشتركة من الجانبين اليمني والسعودي لدعم الاقتصاد اليمني من خلال المشروعات الخدمية الاستراتيجية المرتقبة استقبل رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر في العاصمه السعوديه الرياض عددا من مندوبي منظمات المجتمع المدني اليمنية المشاركه في منتدى الرياض الانساني الدولي الثالث الذي نظمه مركز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين القطاع المدني والجهات الرسميه في تنفيذ المشاريع الانسانيه في اليمن. كما استعرض اللقاء الاوضاع الانسانيه للمتاثرين بالحرب والنازحين من انحاء الوطن. واشاد الدكتور بندغر بدور منظمات المجتمع المدني في التخفيف من معاناه المواطنين في ظل الاوضاع الانسانيه الصعبه التي تمر بها بلادنا، مؤكدا الجهود الخيريه والمعونات الانسانيه الاغاثيه للمملكه العربيه السعوديه ومركز الملك سلمان وبقيه الدول العربيه والمنظمات الدوليه. تراس رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في العاصمه المؤقته عدن اجتماعا ضم قياده السلطه المحليه وعددا من مديري المكاتب التنفيذيه في عدن للوقوف على اوضاع المواطنين وهمومهم واحتياجاتهم والاليات الكفيله بتحسين مستوى الخدمات الاساسيه واستعرض الاجتماع الاوضاع الامنيه والخدميه والتنمويه في العاصمه المؤقته عدن واولوياتها للمرحله الراهنه والقادمه وعلى وجه الخصوص تحسين خدمه الكهرباء والمياه والتحديات الماثله في مختلف الجوانب واليات معالجتها واستمع رئيس الوزراء الى شرح من وزير الدوله محافظ عدن عن جهود السلطه المحليه في التعامل مع الصعوبات القائمه في مجال الكهرباء اضافه الى مستوى تنفيذ المشاريع مشددا على اهميه تكاثف الجهود لوضع الحلول المستدامه لملف الخدمات مؤكدا دعم الحكومه لقياده السلطه المحليه في كل ما تبذله من خطوات واجراءات لتحسين مستوى الخدمات الاساسيه المقدمه للمواطنين عقد وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري اجتماعا في العاصمه المؤقته عدن مع فريق العمليات في اللجنه العسكريه الامنيه المشتركه وضم الفريق اللواء صالح زنقل واللواء ناصر عبد رب الطاهري واللواء صالح علي حسن واللواء احمد حسان جبران والعميد احمد علي عبادي والعميد علي حسن الجهوري والعميد صادق دويد، حيث اطلع وزير الدفاع على الخطط والجهود المبذوله من فريق عمليات القوات المسلحه، والتنسيق بين مختلف التشكيلات العسكريه في اطار العمل على توحيدها تحت مظله وزاره الدفاع، مؤكدا سعي الوزاره الحثيث لتوحيد الجهود وتذليل الصعاب امام فرق اللجنه العسكريه بمختلف تخصصاتها، ومشيدا بخبرات فريق العمليات في انجاز المهام المكلف بها. شارك وزير الاعلام والثقافه والسياحه معمر الارياني في حفل افتتاح فعاليات المنتدى السعودي للاعلام في نسخته الثانيه الذي يقام في العاصمه السعوديه الرياض وتنظمه هيئه الصحفيين السعوديين بالشراكه مع هيئه الاذاعه والتلفزيون السعوديه المنتدى الذي يستمر يومين وشارك فيه اكثر من 1500 اعلامي واكاديمي وخبير من دول عربيه وعالميه ووزراء ومسؤولون محليون ودوليون يهدف إلى مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الإعلامي واقعه ومستقبله وتتضمن الجلسات والورش المقامة على هامش المنتدى تطوير محتوى الإعلام وتدريب منسوبي تلك الوسائل لمجارات منصة التواصل الاجتماعي والتغيرات المستمرة في عالم الإعلام وتدريب المؤثرين على تعلم إطار المهنة وأخلاقياتها إضافة إلى تأثير الذكاء الاصطناعي على العامل البشري ناقش وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح الدورة في دعم القطاع الصحي مع ممثلي منظمة المجتمع المدني العاملة في اليمن ومجموعات القطاع الخاص ذي العلاقة بالعمل الإنساني وتطرق اللقاء الذي عقد على هامش منتدى الرياض الدولي الانساني الذي ينظمه مركز الملك سلمان للاغاثه والاعمال الانسانيه الى اهميه رفع قدرات المنظمات المحليه وتوافر الرقابه والتقييم وتحقيق نوعيه عاليه من اداء المنظمات المحليه وسبل تحديث الاليات التي تعمل بها وزياده مستوى التنسيق والشفافيه في اطار تطوير العمل الاغاثي والانساني خاصه في مجال الصحه. دشن قطاع الحج والعمره بوزاره الاوقاف والارشاد بالعاصمه المؤقته عدن موسم حج هذا العام 1444 هجريه، واعلنت الوزاره في بيان صحفي تلقت وكاله الانباء اليمنية سبأ نسخة منه البدء في عمليه التسجيل عبر المنشات المعتمده، وحددت قائمه اوليه باسماء المنشات المعتمده لتفويج حجاج بلادنا، وعددها 152 منشاه. وقال البيان انه سيتم اعلان ملف الشروط والضوابط لاعتماد الدفعه الثانيه من المنشات في المحافظات المستحقه مراعاه لوضعها والتغيير الانساني او السكاني بما يحقق العداله وتسهيل تسجيل الحجاج في تلك المحافظات وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون في أي منشأة تقصر في تقديم الخدمات المتفق بشأنها مع الحجاج وأنها ستمارس دورها الإشرافي والرقابي على سير أعمال الحج كافة. ختام النشرة مشاهدينا نذكر بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يبارك الوديعة السعودية للبنك المركزي. رئيس الوزراء يرأس اجتماعا لقيادة السلطة المحلية والمكتب التنفيذي في عدن وزارة الأوقاف تدشن موسم حج هذا العام ولمتابعة المزيد من نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تلفزيون حضرموت. موت ختام النشر أطيب المنه وإلى اللقاء